طيب معلش طولت عليك، بس حاجة كمان يعني، لو أنا بستخير ربنا بس يعني بقدر أصلي بس ما بيوليش حاجة، فأنا أعمل إيه؟ يعني أنا لو صليت الاستخارة وليس ليس عندنا في صلاة الاستخارة أي نص يفيد أنك سترى رؤيا، إنما الاستخارة هي دعاء فقط، يعني كأنك تقول يا رب وفقني، استخارة دعاء فقط، يعني أنت طيب تصلي والعشاء خلاص؟